إلى الرأي العام، طرحت دولة تركيا منذ السنوات الأولى من عمر الحراك الشعبي في سوريا فكرة ما يعرف المنطقة الآمنة في الشمال الغربي والشمال الشرقي لسوريا بزريعة معلنة تروج لها وهي حماية المدنيين السوريين، لكنها شنت منذ عام 2016 ثلاث هجمات عدوانية طالت هذه المناطق وسببت دماراً كبيراً في البنى التحتية والاقتصادية إلى جانب كوارث إنسانية وتهجير موجات كبيرة من السوريين والمضي بالسياسة تتريك المناطق المحتلة وتغيير ديموغرافيتها. فالطاغية أردوغان يعمل على اتباع استراتيجية خبيثة في استغلال أوراق الابتزاز لصالحه وخاصة مع الأوروبيين ثم إسقاطها على الوضع السوري لتحقيق مكاسبه. وبرز هذا جليا في معارضة انضمام بعض الدول الإسكندنافية كالسويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو وتحاجد بالوفود الدبلوماسية للإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا وممثلي حركة التحرر الكردستاني في الدولتين المذكورتين، أي العمل على إحراج مساعي واشنطن بتقوية الحلف من نواحي عدة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. إن توقيف العدوان التركي لشن هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا هو إحراج الأطراف كلها، فالهجمات التي تم سابقا في أعوام 2016 2018 2019 كانت تتم بضوء أخضر أما من واشنطن أو موسكو، ولكن هذه المرة يحاول أردوغان فرض هجمة شرسة بحق الشعوب السورية لتطبيق مخططه الرامي إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية وتهجير الملايين من السكان الأصليين وخاصة الكرد بحجة ما يسمى المنطقة الآمنة، ولتصل لعمق 30 كيلومتر على امتداد الحدود بين سوريا وتركيا. لكن الهدف الأساسي للمشروع هو القضاء على المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا المتمثل في الإدارة الذاتية الديمقراطية. إن الدولة التركية الفاشية كثفت عدوانها في مناطقنا مستهدفة بالدرجة الأولى المؤسسات الخدمية للإدارة الذاتية كبلدية زرقان وقطاع الكهرباء والمياه ومختلف المؤسسات المدنية، والهدف من ذلك هو ضرب استقرار المنطقة التي ينعم بها كافة المكونات. بينما ادعى أردوغان إنشاء منطقة آمنة يتواجد فيها جميع التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها، وخير مثال على ذلك القضاء على قادات التنظيم الإرهابي في هذه المناطق من قبل قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية. بعد هذه الفترة العصيبة من تاريخ شعبنا نؤكد أننا نساند قواتنا المسلحة قوات سوريا الديمقراطية ونحمي مؤسساتنا الخدمية وكافة مكتسبات الإدارة الذاتية وخاصة الخدمية منها، وأن نكون متيقظين للحملات الإعلامية المضادة والحرب الخاصة التي يروجها العدو وعوانه ضد المشروع الديمقراطي. ونحن هنا نطالب المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب شعبنا ووقف هذه الأعمال العدوانية الإرهابية المجدر الخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لأعداء والمتعاونين معهم. بلدية الشعب في قامشلو السبت 18 حزيران 2022. أفادنا يا فرليك ساروك جيان لابي أفادنا يا فرليك ساروك جيان لابي ساروك جيان لابي ساروك جيان لابي جيان لابي.